في قلب منطقة نائية بالمكيرة بتيزي وزو، استثمر الشاب مراد بكل ما يملك في معصرة زيتون تعتبر الأحدث بين المعاصر الموجودة بالولاية، بعد أن اقتنى بقرض التحدي آلات آخر طراز من إيطاليا. لي ماشينا كي سيدي دارني كري سي إيطاليا، تخدم بلامان، تخدم ليكسترا فياج، سي لا لابوز غير ذلك، ذاك الحبس نوامان. ابري سي توس كلشي سيباراتور كيخدم بلا مال، يلاه سيباراتور يخدم بلا مال. معصرة السيد عطال مراد، هذا الشاب الذي استثمر في هذا الميدان حيث استفاد بقرض من عن طريق يعني مصالحنا، قرض التحدي، ومن خلاله يعني اقتنى هذه المعصرة. نجح هذا الشاب من خلال مشروعه المدعم بأحدث التقنيات ضمان أعلى المعايير الجودة في زيت الزيتون البكري وسرعة الخدمة التي يبحث عنها الزبائن من كل مكان. نريد الحاجة تسجلت إلى ريجيون كي نساعدو كيف اللحن تزورتو تغامل 15 يوم 20 يوم كنا تصدر الزنبور تورا تغامل يومين ماكسيموم سي 48 تورا تصدر الزنبور تسقرب اسمك إلى ريجيون كي نشعبت تيزير نيف لا كومينا كي مكيرا دي سيور داكي تيزير دي اولترا مودرن لي بيان اورغانيزي لو ترافاي سي بروبر لو بيرسونيل اوسي دي ستادير لا مالغام يانا با سور اكسانا اكسانا ان غران بروبلام دونك ازمورنا بصفه كنا ثنا وين معصرين بصفه كنا ياك واللي انت راه مليح الحمد لله لا يوتا. مراد خلق لنفسه مشروعا استثماريا بمعايير جديدة في القطاع الفلاحي وفي عصر زيت الزيتون من خلال اتباع طرق حديثة في عصره ليقدم بمواصفات قادرة على منافسة المنتجات العالمية.